السلام عليكم. كنا اتكلمنا السكشن اللي فات عن الهيدوليك جامب والسبيسيفيك فورس، كنا حلينا مسألتين من الشيت رقم 3. هنكمل السكشن ده حل باقي الشيت. هنحل دلوقتي المسألة رقم 6 في الشيت رقم 3. المسألة رقم 6 بيقول لي إن في ديستشارج معين بيعدي من قناة ريكتانجلر العرض بتاعها 2 متر، والديستشارج ده قيمته 6 متر مكعب في الثانية، وبيقول لك إن الهيد لوست في القناة دي مقداره 4.2 متر، وبمعلومية الحاجات دي هو محتاج إن أنت تحسب له الكونجكت ديبث بيفور أند أفتر الجامب. طيب، علشان خاطر اعمل كده تعالوا نبسط المسألة دي في رسمة صغيرة rectangle او section بالشكل ده. العرض بتاعه 2 متر، والكيو اللي ماشي فيه 6 متر في سكند، وبيقول لك ان في هيدوليك جامب exists والهيد لوسز اللي بتحصل خلال الهيدوليك جامب دي تساوي 4.21 متر، وبمعلومية الكلام ده محتاج يحسب y1 y2 بكام. طيب، أولا في علاقة مبسطة ما بين y1 ما بين الهيدوليك جامب y1 y2 في ريكتانجل أو سكشن. العلاقة دي بتقول إيه؟ بتقول إن الهيد لوسز اللي بتحصل خلال الجامب بتساوي y2 ناقص y1 تكعيب على 4 y2 في y1. الكلام ده هو بيقول في المسألة ان هو بيساوي 4.21، وبالتالي دي المعادلة الأولانية اللي عندي. طب انا محتاج two parameters two unknowns، فانا محتاج معادلتين. ايه المعادلة التانية؟ بما ان فيها دول جامب فانا لازم استخدم الكونسبت بتاع specific force 1 تساوي specific force 2، ولكن الكلام ده equivalent في حالة ال rectangle أو section للعلاقة ما بين y1 y2 اللي بتقول ان y1 تساوي y2 على 2 مضروبة في سالب 1 زائد جذر 1 زائد 8 q تربيع على 2، آسف، على g y 2 تكعيب. طيب، طبعا انا اقدر بكل بساطة احسب القيمة بتاعت كيو عن طريق ان انا هقسم ال6 متر مكعب على 2، هيطلع لي 3 متر مكعب لكل ثانية لكل متر، وبالتالي دول معادلتين فيهم 2 مجاهيل واي واحد واي اتنين اقدر ان انا احلهم مع بعض. طبعا من شكل المعادلات دي باين ان انا هيبقى من الصعب جدا ان انا اعوض بالنون بدلالة التاني، هيبقى في عندي معادلة كبيرة جدا صعب ان احلها، وبالتالي افضل حل للمعادلة دي هو عن طريق التوال ان ايرور. طيب، التوال ان ايرور الحقيقة ممكن يتعمل بأكتر من صورة. ممكن اتنين يعملوا التوال ان ايرور يبتدوا بأشكال مختلفة وفي الآخر اتنين يوصلوا لنفس الحل، لكن في طريقة هتوصلني للحل بسرعة وطريقة تانية هتوصلني للحل ببطء. الطريقة الأولانية او الطريقة الافضل من وجهة نظري في حالة زي كده هو ان انا هاسيوم القيمة بتاعت y2 في المعادلة رقم 1، انا اسف، في المعادلة رقم 2، واجيب القيمة بتاعت y1 المقابلة ليها، وعن طريق المعادلة رقم 2 هعمل التشيك بحيث ان لو القيمة بتاعت الهيد لوسز بالتعويض عن y2 y1 طلع هي القيمة اللي هو مدهاني يبقى ده الحل الصح بتاعي. طيب، أول حاجة هبتدي بيها هو التعويض ب أو فرض قيمة ال y2. طيب، y2 دي كانت عبارة عن إيه لو إحنا حابين نفتكر؟ y2 دي كانت الووتر ديبث بعد الهيدوليك جامب أو السب كريتيكال ووتر ديبث، ده كنا بنسميه y1 وده y2. وبالتالي اول قيمة ال y1 انا عارف ان هي هتبقى اكبر من ال y critical، بدل ما افرضها بالصفر او افرضها باقل من ال y critical واقعد اجرب
الحقيقة ده هيوفر لي وقت كبير لو أنا فكرت شوية وقبل ما أعوض عرفت إيه القيمة اللي هعوض بيها. طيب أنا هفترض أقدر أحسب طبعا الواي كريتيكال، الواي كريتيكال هتطلع تقريبا بتساوي الواحد، لأن الواي كريتيكال بتساوي الجذر التكعيبي للكيو، والكيو بتلاتة تربيع على 9.81، فأنا هعوض بواي كريتيكال بواي اتنين أكبر من واي كريتيكال. أول قيمة هبتدي بيها هي اتنين، الاتنين دي هتطلع لي ان الواي واحد بتساوي بوينت تلاتة تمانية اربعة، ودي هتطلع الهيد لوسز بالمنظر ده. طيب دلوقتي انا محتاج اعرف هل ازيد عن الاتنين ولا اقل عن الاتنين. في الحقيقة التشيك بيقول لي ان قيمة الهيد لوسز اللي حاصلة في الهيدوليك جامب دي اقل من الهيد لوسز اللي بتحصل في الحقيقة. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا محتاج ازود الهيد لوسز دي. بالتأكيد لما الهيدوليك جامب بتحصل ما بين تو ديبثز كبار، الهيد لوسز اللي ما بينهم هتبقى اكبر، وبالتالي انا كل ما اكبر واي 2 دي واصغر واي 1 دي الهيد لوسز هتكبر، وبالتالي القيمة التانية لواي 2 هتبقى اكبر من 2. فانا هفترض 2.4 دي هتطلع لي ان واي 1 ب.265، وبالتأكيد زي ما احنا شفنا لما كبرت واي 2 واي 1 قلت، ولكن هلاقي ان برضه الهيد لوسز طلعه لي ب 3.47. طيب انا محتاج اكبر حاجه بسيطه عند 2.5، هلاقي ان انا اسف عند 2.4 واي 1 بيطلع ب 0.284، عند واي 2 ب 2.5 واي 1 هتبقى ب 2.65، والتشيك هلاقي ان هو طالع مظبوط والقيمة عندي هي قيمة الهيد لوسز الفعلية، وبالتالي هما دول واي واحد واي اتنين. وبالتالي أنا عرفت من المسألة دي على الرغم إن هي سهلة، إن إلا إن بداية التراي أند إيرور بتحدد بصورة كبيرة أنا هجيب الحد في خلال قد إيه، وبالتالي بتبقى مفيدة إن أنا أنجز في الحل بسرعة. طيب السؤال اللي بعد كده هو سؤال رقم 10، السؤال رقم 10 هو تطبيق مباشر على الهيدروليك جامب. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو عنده ووتر بيحصل لها ديستشارج بمعدل 300 متر مكعب في الثانية فوق سبيل واي، العرض بتاعه 12 متر، وبتنزل في ستيلينج بيزن بنفس العرض. طيب بيقول لك ان الليك بيهايند السبيل واي دي المنسوب بتاعها 70 متر above datum معين، والمنسوب بتاع الداون ستريم هو 30 متر برضو above datum معين. طيب يقول لك find the basic invert level required for the hydraulic jump to form within the basin. طيب تعالوا في الأول نشرح ايه المقصود بالسبيل واي، ونرسم رسمة بسيطة نقدر ان احنا من خلالها نعرف ايه الجيفن وايه المطلوب. اول حاجه السبيل واي دي حاجه شبه الويل بالظبط، بيبقى الهدف بتاعها ان هي تخرج الميه لما توصل لمنسوب معين، وبتبقى موجوده في اغلب الوقت في السلوت، وبيبقى شكلها حاجه بالمنظر. هو بيقول ايه في المسألة دي؟ بيقول ان الوتر ليفل في الليك ابستريم السبيل واي ده المنسوب بتاعها زي ما هو ما بيقول بي 70 متر، والليك داون ستريم البيزن المنسوب بتاعها 30 متر. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المية بتعدي من فوق الوير ده وبتنزل بتعمل هيدروليك جامب وترجع للتيل ووتر ديبث.
طيب هو بيسأل على ايه؟ بيقول انا محتاج اعرف البيزك انفرت ليفل اللي يخلي الهيدوليك جامب دي تتكون في خلال الستيلينج بيزن ده. طيب تعالوا نفتكر احنا ايه اللي احنا خدناه في الشابتر ده والشابتر اللي فات يخلينا نعرف نحل مسألة زي دي. احنا ما خدناش غير السبيسيفيك انرجي دايجرام والسبيسيفيك انرجي والسبيسيفيك فورس دايجرام. طيب علشان خاطر اقدر احسب البي اي ال محتاج ان انا اخد ثلاث سكاشن او احدد ثلاث سكاشن. السكشن الاولاني اللي قبل السبيل واي على طول واي واحد، السكشن التاني اللي بعد السبيل واي على طول واي اتنين، السكشن التالت اللي في الداون ستريم اللي هو واي تلاتة. طيب علشان خاطر ابتدي بأول حاجة أخدناها في شابتر اتنين اللي هي السبيسيفيك انرجي، تعالوا نطبق بنولي ما بين النقطة رقم واحد أو السكشن الأولاني والسكشن التاني، وبالتالي أقدر أقول إن بتطبيق بيرنولي إيكويشن between واحد and اتنين هلاقي إن أنا أقدر أعبر عن التوتال إنرجي في السكشنين بالشكل ده، إن واي واحد زائد زد واحد زائد في واحد تربيع على اتنين جي تساوي واي اتنين زائد زد اتنين زائد في اتنين تربيع على اتنين جي. طيب لو انا افترضت ان الديتم عند ال basic invert level ده هيخلي زد واحد تساوي زد اتنين تساوي صفر، وبالتالي ده هيخلي زد واحد وزد اتنين يطيروا معايا من المعادلة. هتلاقي ان المعادلة رجعت للشكل بتاعها الطبيعي اللي هو الـ specific energy اللي بقدر ان انا اعبر عنها عن y واحد زائد v تربيع على 2g تساوي y اتنين زائد v تربيع على 2g. طيب تعالى نفترض برضه فرض، هو فرض منطقي واحنا ياما عملناه، اللي بيخليني اقدر اقول ان لما بيبقى فيه عندي water depth كبير جدا زي الحالة اللي بتبقى حاصلة قبل الـ spillway وزي الحالة اللي بتبقى حاصلة في التنكات مثلا، انا بقدر افترض نتيجة ان العمق ده كبير جدا فاقدر ان انا اهمل الـ velocity عنده، وبالتالي هنفترض في الحالة دي ان في واحد دي بتساوي صفر، في واحد على اتنين جي، في واحد تربيع على اتنين جي بتساوي صفر، وهن justify الـ assumption ده بعد ما نطلع الحل بتاعنا. وطبعا احنا زي ما قلنا الكلام ده احنا بنعمله كتير مش اول مرة نعمله. ده هيقدر يخليني ابسط المعادلة دي للشكل التالي، ان واي واحد تساوي واي اتنين، وهغير في اتنين دي هخليها بدلالة الكيو بحيث ان ما يبقاش فيه بارامترز كتير مش موجودة عندي، زائد كيو تربيع على اتنين جي في واي اتنين تربيع. طيب الكيو دي اقدر احسبها ولا لأ؟ في الحقيقة اقدر احسبها بكل بساطة، هي عبارة عن التلتمية اللي هي بتمثل لي الكيو اللي ماشي جوه القناة دي على العرض بتاع القناة اللي هو مدهوني ب 12 متر، 300 على 12، واللي هيطلع ب 25 متر مكعب لكل ثانية لكل متر. طيب دلوقتي دي المعادلة الأولانية اللي موجودة عندي بتربط أو بتجيب علاقة ما بين واي واحد واي اتنين. طيب دول معادلتين، دول معادلة، دي معادلة واحدة فيها مجهولين، وبالتالي أنا لسه محتاج أجيب عدد أكبر تاني من المعادلات. طيب بما إن سكشن اتنين وسكشن تلاتة دول سكشنين بيحصل ما بينهم هيدوليك جامب، وبالتالي أنا ممكن أبلاي السبيسيفيك فورس ما بين اتنين وتلاتة. الكلام ده يخليني أقدر أقول إن سبيسيفيك فورس واحد تساوي سبيسيفيك فورس، أنا آسف، specific force 2 تساوي specific force 3. وعن طريق المعادلة برضه المبسطة ما بين الـ rectangular section أنا أقدر أجيب العلاقة ما بين y 3 على طول عن طريق القانون ده، إن y 3
تساوي واي اتنين على الاتنين مضروبة في نيجاتيف وان زائد جذر واحد زائد تمانية كيو تربيع على جي في واي اتنين تكعيب. دلوقتي دي تاني معادلة موجودة عندي، هلاقي ان انا على الرغم ان انا جبت معادلتين الا ان ظهر مجهول تالت، لان في المعادلة الاولانية كان عندي واي واحد واي اتنين مجاهيل، المعادلة التانية بقى عندي واي تلاتة واي اتنين مجاهيل، وبالتالي انا لسه محتاج اجيب عدد اكبر من المعادلات. خلي بالك وافتكر ان هو في الاخر اصلا مش محتاج منك لا تحسب له واي واحد ولا واي اتنين واي تلاتة، هو محتاج لك تحسب له البيزك انفرت ليفل، وبالتالي البيزك انفرت ليفل ده المفروض ان هو يظهر عندك في المعادلات بصورة او باخرى، ومن خلال الرسمة انا اقدر اجيب ريليشن ما بين البيزك انفرت ليفل واي واحد والبيزك انفرت ليفل واي تلاتة. ده هيخليني اقدر استخدم او اقدر اجيب المعادلة التالتة بتاعتي ان البيزك انفرت ليفل بيزد على السكشن الاولاني واي واحد بيساوي 70 ناقص واي واحد، ودي المعادلة رقم تلاتة، وان البيزك انفرت ليفل برضه بيساوي 30 ناقص واي تلاتة، ودي المعادلة رقم اربعة. تعال نبص كده ايه المجهيل اللي عندي، واي واحد اوريدي كانت مجهولة واي تلاتة اوريدي كانت مجهولة اللي زاد عندي البيزك انفرت ليفل، وبالتالي بقى عندي اربع معادلات في اربع مجاهيل اقدر ان انا احلهم مع بعض. ولكن برضو لو انا فكرت شويه هلاقي ان انا ممكن ابسط الاربع معادلات، لان حل اربع معادلات مع اربع مجاهيل صعب بصوره كبيره، اقدر ان انا ابسط الاربع معادلات دول واخليهم ثلاث معادلات. الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان انا هطرح المعادله دي معادلة رقم ثلاثة أو معادلة رقم أربعة من المعادلة رقم ثلاثة، ده هيخلي فيه عندي مجهول يطير بالشكل ده، صفر تساوي 40 زائد ناقص واي واحد زائد واي تلاتة. بشكل آخر أنا ممكن أقول إن المعادلة دي بتقول إن واي واحد ناقص واي تلاتة تساوي 40، وبالتالي دي المعادلة رقم تلاتة داش اللي أقدر إن أنا أحلها مع المعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اتنين والمعادلة رقم تلاتة داش. طيب دول ثلاث معادلات في ثلاث مجهيل، يمكن من المرات القليلة جدا ان انت ممكن تلاقي حاجة بالشكل ده، ولكن لو انت فكرت هتلاقي برضو ان حل المعادلة دي ممكن يبقى اسهل لو انت فكرت ازاي تقدر ان انت تحلها. تعالوا نفترض دلوقتي ان انا هحلها بالتايل اند ايرور، بالتالي انا هيبقى في عندي ثلاث صفوف لان هما ثلاث انونز، و صف تاني اخير في التشيك. طيب انا الحقيقه ممكن زي ما قلت لكم قبل كده التايل اند ايرور ده انا اعمله ب 100 طريقه، افترض اي واحد فيهم واجيب التاني واعمل التشيك بانهي باي معادله، ولكن هتلاقي ان في طريقه سهله جدا هنا نتيجه ترتيب المعادلات لو انا استغليته هوفر على نفسي كتير. بكل بساطه انا ممكن اسيوم القيمه بتاعت واي 2، القيمة واي اتنين دي هي عبارة عن السوبر كريتيكال دبث، وخلي بالك انها هتبتدي بقيمة اقل من الواي كريتيكال، وبعد ما اسيوم واي اتنين هعوض او هجيب واي واحد باستخدام المعادلة الاولانية، وارجع اجيب واي تلاتة باستخدام المعادلة التانية، واعمل تشيك عن طريق المعادلة 3 داش. والله التشيك ده وقت ما بيساوي ال 40 يبقى هو ده الحل الصح بتاعي. تاني دي مش الطريقة الوحيدة، أنا كنت ممكن بكل بساطة أحل بأكتر من طريقة، أنا ممكن أفترض القيمة بتاعت واي واحد وأجيب واي اتنين، وأجيب عن طريق واي اتنين دي أجيب واي تلاتة، وعن طريق
واي واحد اللي انا افترضتها واي تلاتة اللي انا افترضتهم اجيب اشوف العلاقة بينهم، لو هي 40 يبقى الحل بتاعي صح. وبالتالي مش دي الطريقة الوحيدة، انا ممكن اجيب واي واحد واي اتنين واي تلاتة باكتر من طريقة، ولكن في طرق هتبقى اسهل واقصر لان انت توصل للحل الصح. لو انا عملت كده وافترضت الواي 2.5، هلاقي بالتعويض في المعادلة رقم واحد ان واي واحد طلع لي ب 32.85، واي اتنين بالتعويض في المعادلة رقم اتنين طلع لي ب 10.8. ده هيخلي التشيك عن طريق المعادلة رقم 3 طالع لي ب 22.1. طبعا الرقم ده اقل من 40، وبالتالي انا محتاج اغير القيم بتاعت واي اتنين بحيث ان هي تديني قيمة اكبر من ال 22 دي. انا الحقيقة معرفش انا هزود ولا نقص، بس انا هفترض دلوقتي ان انا محتاج ازود. فانا لما هزود واي اتنين واخليها بواحد، انا اسف، لما اعمل كده القيم بتاعت واي واحد هتبقى ب 127.9، وواي تلاتة هتبقى ب 15.7. ده هيخلي الفرق ما بينهم ب 112.2، والفرق ده أكبر من 40، وبالتالي أنا هزود القيمة بتاعة واي اتنين خليها بواحد. هرجع أحسب واي واحد هيطلع ب 32.85، وواي تلاتة هتطلع ب 10.8، وهلاقي إن الفرق قل جدا ووصل ل 22.1. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا الحل الصح بتاعي ما بين البوينت 5 والواحد. فانا افترض قيمة ما بين الاتنين، ممكن اجيبها مثلا باللينير انتربوليشن، هلاقي ان القيمة دي 0.782. القيمة دي هتخلي لي واي واحد بالرقم ده، وواي اتنين واي تلاتة بالرقم ده، وده هيخلي الفرق ما بين الاتنين عن طريق المعادلة رقم 3 ب 40.47، اللي هو قريب جدا من 40. وبالتالي ده الحل او دي القيم الصحيحة بتاعت واي واحد واي اتنين واي تلاتة. افتكر ان هو اصلا في المسألة مش طالب منك ولا واي واحد ولا واي اتنين ولا واي تلاتة، وطالب منك البيزك انفرت ليفل. فعن طريق اي بقى معادلة من المعادلات دي اقدر ان انا اطلع البيزك انفرت ليفل. فانا ممكن مثلا اقول ان البيزك انفرت ليفل بيساوي 70 ناقص واي واحد اللي هي طالعه لي ب 52.87، وده هيخلي القيمة بتاعت البيزك انفرت ليفل ب 17.13 متر. طيب تعالوا نشوف الفرض اللي احنا افترضناه في الاول، ان الفلوستي تربيع على الاتنين جي بيساوي صفر. افترض معايا كده ان انا بحتاج او محتاج احسب الفلوستي في السكشن الاولاني. هقول ان الفلوستي في السكشن الاولاني هي عبارة عن 300 اللي هي الكيو على الاريا. الاريا في السكشن الاولاني بكام؟ ب 12 في عمق المية ب 52.87. ده هيخلي ان الفي واحد لو انا حسبتها هتطلع ب 0.47 متر لكل ثانية. طيب عوض كده بالبوينت 0.47 متر لكل ثانية تربيع على 2.981، هتلاقي إن القيمة دي طالعة ببوينت أو ون مقارنة بقيمة الواي اللي هي ب 52.87. وبالتالي الفرض اللي أنا افترضته في إن أنا أشيل القيمة أو أهمل القيمة بتاعت الفي واحد ده كان فرض سليم. هنبص بعد كده على المسألة رقم 12. المسألة رقم 12 بتقول لي ايه؟ المسألة رقم 12 المسألة رقم 12 بتقول إن في مية، المية دي بتمشي في قطاع ريكتانجلر. القطاع الريكتانجلر ده بيحصل فيه سموث ستيب،
من غير ما يغير العرض بتاع القاعة. بيقول إن القناة دي بيمشي فيها 7 متر مكعب في الثانية، والأب ستريم ووتر ديبث 1.7، وعرض القناة 3.5. وبيقول لك عن طريق المعلومات دي جيب الفورس اللي بتأثر على الستيب دي بير يونت ويدث من القطاع لو أنا عملت أبورد ستيب وداونورد ستيب. وبالتالي لو أنا حبيت أرسم الحاجات اللي هو بيقول لي عليها دي، مسألة رقم 12، فبيقول أنت في عندك ريكتانجلر سكشن بالشكل ده، المية اللي ماشية في ريكتانجلر سكشن ده مقدارها 7 متر مكعب لكل ثانية، وعرض الريكتانجلر سكشن ده يساوي 3.5 متر، والقيمة بتاعت واي واحد بي 1.7. وبيقول إن هو جه في البيت عمل مرة upward step بمقدار دلتا زد تساوي 0.3 متر، وعمل downward step برضه بمقدار 0.3، وبيقول ان انا عايز بمعلومية القيمة بتاعت واي واحد في المرتين قبل الستب، محتاج اعرف القيمة بتاعت واي اتنين بكام. مش بس كده، وعايزني بعد ما اطلع القيمة بتاعت واي اتنين احدد الفورس اللي بتأثر على الستب دي بير يونت ويت. والابليكيشن ده او الموضوع ده احنا كنا عملناه في مسألة قبل كده في السكشن اللي فات اللي طلعنا فيها الفورس اللي موجودة على الكونكريت بلوك. طيب بما ان اول خطوة في المسألة دي هو انا اطلع القيمة بتاعت واي اتنين عن طريق استخدام السبيسيفيك انرجي زي ما كنا بناخد في شابتر اتنين، فاول حاجة كنت بعملها وان انا بحدد الـ type of flow type of flow ده اقدر ان انا احسبه بكل بساطة عن طريق ان انا اطلع القيمة بتاعت الـ y critical. الـ y critical هتساوي الجذر التكعيبي لـ q تربيع على g، وبالتالي الكلام ده هيساوي الجذر التكعيبي للـ q. هحسبها عن طريق ان انا هقسم الـ 7 متر مكعب على 3.5، هتطلع لي 2 على 9.81. هلاقي ان الواي كريتيكال طلع لي ب 0.741، الكلام ده اكبر من الواي واحد، اذا الفلو ده هو عبارة عن سب كريتيكال فلو. طيب بمعلومية ان هو سب كريتيكال فلو اقدر ان انا احل الجزء الأولاني في المسألة اللي هو حالة الرايز، والكلام ده هكتب هعمله عن طريق إن أنا هحدد القانون اللي هحل بيه اللي كان بيقول إن الـ specific force أو الـ specific energy في السكشن التاني تساوي الـ specific energy في السكشن الأولاني ناقص الدلتا زد. الكلام ده لو أنا جيت عوضت بكل بساطة هيلاقي إن هو عبارة عن y 2 زائد Q تربيع على 2G في Y 2 تربيع تساوي Y 1 زائد Q تربيع على 2G في Y 1 تربيع زائد، أنا آسف، ناقص الدلتا Z. الحقيقة أنا كل البارامترز دي موجودة عندي، ال Y 1 وال Q والدلتا Z، أقدر إن أنا أطلع القيمة بتاعت الكلام ده عن طريق ال y 1 تساوي 1.7، ال cube تساوي 2، على 2 في 9.81 في 1.7 تربيع، الكلام ده ناقص ال 0.3. هلاقي ان y 2 او specific energy 2 طالعة ب 1.47 متر، وبالتالي دي معادلة من الدرجة
التالتة. ليه؟ لأن أنا بكل بساطة هضرب في واي اتنين تحت، فهلاقي إن المعادلة دي اتحولت بالشكل ده، إن واي اتنين تكعيب زائد كيو تربيع على اتنين جي ناقص 1.47 واي اتنين تربيع تساوي صفر. لو أنا حليت المعادلة دي عن طريق الآلة الحاسبة هلاقي إن هي ليها 3 حلول. الحل الأولاني طالع بيه 1.36 متر، الحل التاني بوينت 0.446 متر، الحل التالت طالع نيجاتيف، وبالتالي الحل ده مرفوض. طيب انا هاخد انهي حل منهم؟ اكيد هاخد الحل ده، لان ده الحل اللي بيخلي الواي اتنين اكبر من الواي كاتكل. طيب بمجرد ما اعرف القيمة بتاعت الواي اتنين اقدر على طول ان انا اكتب القانون اللي بحسب بيه الستب، الفورس اللي موجود على الستب، اللي كان بيقول ان السبيسيفيك فورس واحد تساوي specific force 2 زائد ال R. والكلام ده كنا حولناه لشكل تاني، ان F واحد ناقص F اتنين ناقص ال R بتساوي جاما في Q تربيع على G، والكلام ده مضروب في واحد على E اتنين ناقص واحد على E واحد. القانون ده كنا اتكلمنا عنه وشرحناه تفصيليا في السكشن اللي فات. طيب بكل بساطة لو أنا جيت عوضت عن القيم بتاعت اف واحد هلاقي إن القيمة بتاعت اف واحد دي كنا بنحسبها عن طريق جاما في اي واحد بار، أنا آسف، في اي واحد في اتش واحد بار ناقص جاما في اي اتنين في اتش اتنين بار ناقص الار. الكلام ده يساوي جاما في كيو تربيع على الجي مضروبة في واحد على اي اتنين ناقص واحد على اي واحد. لو انا بصيت هلاقي ان هو في المعادلة بيقول لي انا عايزك تطلع لي الكلام ده بير يونت لينث، وبالتالي بير يونت وات، وبالتالي انا ممكن اقسم كل الاطراف دي على بي بحيث ان انا اطلع في الاخر القيمة بتاعت الار على بي بكام. لو انا حبيت اعوض هلاقي ان القيمة بتاعت ال F واحد على B هتبقى B جاما اللي هي بواحد مضروبة في ال E على B اللي هي ال Y عمق المية في السكشن الأولاني بواحد بوينت سبعة في H بار اللي هي 1.7 على 2. الكلام ده ناقص جاما اللي هي بواحد في ال E اتنين على ال B اللي هي عبارة عن Y اتنين اللي طالعالي بواحد بوينت 3.6 مضروبة في 1.36 على 2. الكلام ده ناقص ال R على B اللي أنا عايز أطلعها بيساوي الجاما في ال Q تربيع على G في B، الجاما بواحد، ال Q تربيع هي عبارة عن 7 تربيع على 9.81. كل اللي أنا هعمله دلوقتي هو إن أنا بس ال B دي بدل ما هي موجودة هنا أنا ممكن، مفيش مشكلة، احنا ممكن نخليها زي ما هي على بي مضروبة في ال 12، والكلام ده مضروب في واحد على اي 2 اللي هي عبارة عن واحد في بوينت 3، 1.36 مضروبة في 12 ناقص واحد على 1.7 مضروبة في 12. اقدر من خلال المعادلة دي اطلع القيمة بتاعت R على بي مباشرة، وهلاقي إن هي بتساوي 0.515 طن، لأن إحنا عوضنا عن الجاما بالواحد لكل متر في عرض. طيب إيه اللي هيفرق لو أنا حبيت أحل المطلوب التاني اللي هو الجزء الخاص بالدروب؟ هلاقي كل اللي اتغير عندي إن أنا بدل ما هقول إن ال specific force واحد تساوي specific force اتنين زائد ال R، هلاقي إن specific force اتنين
هي اللي بتساوي specific force واحد زائد الار، وهعوض بنفس الطريقة اللي انا عملتها فوق، وده هيخلي الار على بي في الحالة التانية تطلع بتساوي بوينت 591 طن لكل متر. ولاحظ حاجة بسيطة، هو إن أنا الإشارات بتاعة الأر على بي طلعالي بالبوستيف، لأن أنا بكل بساطة حاططها بالاتجاه الصح وكتبت المعادلة دي بصورة ثانية. طيب لو أنت عملت عكس كده هتلاقي إن قيمة الأر بتاعتك طلعت الأر على بي طلعت بالنيجاتيف. طيب شكرا.